Donc, tout de suite, je vais présenter le premier thème, partenariat scientifique et les associations des aides pharmaciens au Maroc. Il sera animé par Monsieur Lehsen Boudaoud. C'est un licencié histoire-géographie, faculté des lettres Agadir, diplômé du délégué médical école IFOV Agadir, ex-employé en pharmacie et membre de l'association At-Tadamon dans la comité culturel et Halien, professeur. Voilà. Alors, tout de suite, je vous passe la parole, Monsieur Boudaoud, et merci beaucoup. S'il vous plaît, veuillez avancer, si vous êtes encore en arrière, veuillez avancer. Et s'il vous plaît, les portables, je le redis encore, les portables, veuillez les mettre en mode silencieux. Merci à tous. Il y a des clés ici, je ne sais pas à qui sont perdues les clés. Hein? كريم على الحضور المتواصل والمكتف 11 سنة من التواصل معكم واليوم نطرح في الجمعية موضوع ذو أهمية خاصة انطلاقا من الحس الوطني الذي نتحلى به كمجتمع مدني وكفاعل داخل جمعية التضامن بطبيعة الحال نشتغل على مشروع مجتمعي هذا المشروع المجتمعي لن يكون متكاملا ولن تكون صورته متكاملة خاصة في شقها الصحي إن لم يكن هذا المجتمع وهذه الدولة وهذه البلاد تتوفر على مساعدين صيادلة في مستوى التحديات التي يطرحها تناول الدواء في بلادنا وهذا التناول يجب أن يكون بطبيعة الحال واحد التناول والمناولة ديال الدواء أن يكون في إطار مهني ذو مستوى عالي كي نصل إلى مستوى المطلوب لمجتمعنا خصوصا فيما يخص الصورة الصحية كما قلت إذن الموضوع الذي سأتقدم به أمامكم إن شاء الله هو الشراكة العلمية في صلب اهتمام جمعيات المساعدين التقنيين بالصيادلة جمعية التضامن نموذجا هذا الموضوع كما قلت له مرجعيته وله إطاره المرجعي بالنسبة لنا كما هو الشأن بالنسبة لجميع المواضيع التي طرحناها في الأيام التكوينية العشر السابقة بطبيعة الحال نحن نشتغل على التكوين والتكوين الأساسي كما سبق أن أشار رئيس الجمعية ممثلة نقابة الصيادلة وكذلك ممثل المجلس البلدي إذن حان الوقت أن نقف عند هذه النقطة وأن نقوم بتقويم اللي هو علمي لهذا العمل وبالتالي أن نختار لمستقبل الأيام إطارا جديدا نشتغل عليه إن شاء الله موضوعي سيكون على الشكل التالي الله يجزيك بخير مول لاسونو ليكو الله يرحم الوالدين حيد ليكو شكرا إذن بعد واحد تقديم مقتضب فيما يخص المقصود بالشراكة العلمية سأتقدم أمامكم إن شاء الله بثلاث نقاط أو النقطة الأولى مقومات الشراكة العلمية الخاصة بجمعيات الصيدلة بجمعيات مساعدين تقنيين بالصيدليات يعني هذه التسمية أردت أن أعتمدها في مداخلتي أسيستون تكنيك ثم النقطة الثانية تقويم تجربة التضامن ثم النقطة الثالثة خلاصات ونتائج هذه الخلاصات والنتائج التي أريد لها أن تكون محور النقاش إن شاء الله إذن بالنسبة للشراكة العلمية فمجال تداول هذا المصطلح هو مجال واسع فالشراكة العلمية ظهرت بظهور الدول الصناعية والدول النامية
وانقسام العالم إلى هذين القطبين، وبالتالي يعني حصل هناك نوع من التعاون والشراكة بين الدول الصناعية والدول النامية فيما يخص البحث العلمي. أيضا مجال تداول الشراكة العلمية يقع بين الجامعات، كل جامعة على حسب تخصصها، ثم مؤسسات البحث العلمي. هدف الشراكة العلمية هو أولا تشجيع البحث العلمي، ثانيا تقليص القوة بين الشركاء حول موضوع الشراكة العلمية، سواء تعلق الأمر بالدول أو بالجامعات أو بالمؤسسات، وكذلك تسهيل التواصل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. إذن لن تكون هناك شراكة حقيقية دون أن يتحقق هذا التواصل، وبالتالي لا بد من التعاون في هذا المستوى. الشراكة العلمية إذن هي مشروع يهدف إلى تحقيق تطور دائم المقومات العلمية للشريك، خصوصا الشريك في المستوى الأدنى، لأنه دائما في الشراكة هناك واحد شريك اللي هو في المستوى أعلى وشريك آخر في المستوى الأدنى. إذن تطور دائم للمقومات الشريك، وفي إطار التفاعل بطبيعة الحال، الشيء الذي أشرنا إليه في البداية، بين ما هو علمي وما هو حياتي يومي، لأن في الأخير أي شراكة علمية لا بد أن تكون نتائجها واضحة على الإنسان. إذن كخلاصة، الشراكة العلمية تشجيع للبحث العلمي، تواصل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فهي إذن مقاربة تطورت انطلاقا من المقاربة التعاونية. نحن نعلم بأن المقاربة التعاونية هي مقاربة فوق تحت، خط عمودي، في حين أن الشراكة فهي مقاربة أفقية، يعني تتكافأ فيها الفرص. إن لم تكن تكافؤ الفرص في البدايات، فعلى الأقل نتائج هذه الشراكة يجب أن تكون واضحة على الشركاء بشكل متوازن. اسمحوا لي أن أتحايل على مفهوم الشراكة العلمية وعلى مجال تداوله، لأسقط هذا المفهوم على المساعد التقني بالصيدلية أو على جمعيات المساعدين التقنيين بالصيدليات في علاقتهم مع الشركاء المتدخلين في القطاع الصيدلاني، لأقول بأن الشراكة العلمية مشروع يهدف إلى تأهيل المساعد التقني بالصيدلية مهنيا وعلميا. هذا التأهيل يبدأ أولا بدعم وتقويم الإمكانيات العلمية والمهنية للمساعد التقني بالصيدليات، وسنتحدث في مستقبلا فيما يستقبل من الوقت إن شاء الله على حاجة المساعد التقني بالصيدلية إلى هذا الدعم المهني والعلمي. ثم لا بد لهذه الشراكة أن توجد لنا وتخرج لنا برنامجا وطنيا يعرف الحاجيات ويرصد الإمكانيات الضرورية لهذا التأهيل المهني والعلمي. نتحدث هنا عن برنامج رسلكة غوسيكلاج ميزانيفو ديال المساعدين التقنيين بالصيدليات الذين يشتغلون حاليا بالقطاع. ثم لا بد لهذه الشراكة أن تعرف لنا دور الشركاء كل على حسب تدخله في المجال. إذن بعد أن اتفقنا على هذا التعريف وعلى مجال تداول الشراكة العلمية، نمر إلى مقومات الشراكة العلمية الخاصة بجمعيات التقنية بالصيدليات. نحن نعرف بأنه منذ 15 سنة أو 20 سنة مضت يشتغل في القطاع مجموعة من
من الجمعيات في جميع ربوع المملكة، منها من وصل إلى مستوى أكثر من مستوى التضامن وتراجع للأسف الشديد، ومنها من يحدو حدو جمعية التضامن. بطبيعة الحال هناك حركية داخل الجمعيات، هذه الحركية سنقومها في الأخير إن شاء الله. إذن بالنسبة لي يبدو أن جمعيات المساعدين التقنيين في الصيدليات لها أربع مقومات تؤهلها لكي تكون شريكا فاعلا في هذا المجال. المقوم الأول هو مقوم القرب، بحيث يعد الفريق الصيدلاني وبطبيعة الحال المساعد التقني بالصيدلية هو فاعل في هذا الفريق الصيدلاني، الحلقة الأخيرة في صرف الأدوية. لذا هنا فالحاجة ملحة إلى التكوين لا تقل عن باقي مكونات سلسلة صرف الأدوية بالمغرب، ونحن نعرف مدى أهمية التكوين الأساسي، خصوصا مثلا إذا ذكرنا شريك من بين هذه الشركاء اللي هو مثلا للابوغاتوار فارماسيوتيك، يعني لا فورماسيون بالنسبه لهم هي واحد كاين ربما يتدخلوا بعض الاخوان الحاضرين معنا هنا، فهي تشكل ثقلا كبيرا بالنسبه للمختبرات. اذا فالمساعد التقني في الصيدليه واقعيا وعمليا هو من يسهر على صرف الدواء ومناولته، صرف الدواء وصرفه وحفظه، ويتحمل المسؤوليه أمام المشغل، لأن المشغل هو الذي يشرف عمليا على عمل المساعد التقني، ويتحمل المسؤولية أمام المريض الذي هو الكونسوماتور فينال دو ميديكامون. إذن مقوم القرب أساسي، ثم المقوم الثاني الانتشار. فنجد في بعض المداشر وبعض القرى في المغرب نجد صيدلية ولا نجد مستوصفا صحيا، وبالتالي فالصيدليات تغطي تقريبا جميع مناطق التراب الوطني، وخدماتها خدمات مجانية تجعلها تتحمل مسؤولية مهنية قبل أن تكون مسؤولية تجارية، قبل أن تكون مسؤولية في توفير الدواء في الشروط المطلوبة، فهي أيضا مسؤولية مهنية في النصح والتوجيه والعلاجات الأولية. المقوم الثالث التنظيم والهيكلة. فكما نعرف وباقي الإخوان في الجمعيات حاضرين معنا هنا، ينتظم المساعدون التقنيين بالصيدليات في إطار جمعيات تنتشر في جل المدن المغربية، وتشتغل خاصة على ملفات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، بالإضافة إلى التأهيل الاجتماعي للمساعد التقني بالصيدليات. هذه الجمعيات لها هياكل، وهذه الهياكل مسؤولة على تدبير برامج الجمعيات، وكذلك هذه الجمعيات تتوفر على مقرات لعقد الاجتماعات وحفظ واحتضان الدورات التكوينية، وبالتالي الشيء الذي لا يتوفر بطبيعة الحال بالنسبة لعدد كبير من جمعيات المجتمع المدني. وتتمتع هياكل هذه الجمعيات بالمصداقية لدى منخرطها، إذ تعقد الجمع العامة مثلا في مواعيدها. إذن دون هذه المصداقية لا يمكن لهذه الجمعيات أن تستمر، لأن مثلا الشركاء ديال شركاء الجمعيات يفرضون هذه المسألة، وبالتالي فقوة هذه الجمعيات في الهيكلة وفي التنظيم. المقوم الرابع وهو ما أظهرته الجمعيات خلال 15 سنة الأخيرة، بحيث أظهرت استعدادا وإرادة كبيرين في العمل على تأهيل المساعد التقني اجتماعيا ومهنيا، وبطبيعة الحال راكمت تجربة نتائجها واضحة على الأداء المهني لمنخرطها. وهنا أفتح قوسا، وهذا المثال سبق لي أن تحدثت عنه. كنت في إطار مهمتي الجديدة وهي التعليم،
كنت أشتغل في قرية نائية بورزازات، فجاء أحد سكان هذه القرية بعلبة دواء une boîte de médicaments corticoïdes de 20 comprimés 20 mg. Alors, عوض أن المساعد التقني الذي صرف هذا الدواء عوض أن يقرأ الوصفة الطبية 5 comprimés fois 4 comprimés fois 5 jours قرأ 4 comprimés 5 comprimés fois 4 fois par jour. وبالتالي هاد السيدة هادي اللي في العمر ديالها 90 سنة خدات اون بوات دو 20 ميلي غرام دو كورتيكويد في النهار كامل. وبالتالي هنا في المنطقة، ربما الإخوان ديال ورزازات حاضرين معنا هنا كيعرفوا المنطقة ديال تازنغت اللي هي جات بين معلقة بين تاليوين وورزازات. وبالتالي هنا كتجي المسألة ديال التكوين والدور الفاعل ديال الجمعيات في تحفيز المساعدين التقنيين على ولوج وعلى الاهتمام بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر. أمر بسرعة إلى النقطة الثانية، بحيث سنقوم إن شاء الله جميعا تجربة التضامن من خلال منهج استقرائي. أولا سنستقرئ هذه التجربة خلال 10 سنوات، سنستقرئ كيف تعمد جمعية التضامن إلى برمجة التكوين، ثم سنعزز هذا الاستقراء بعرض نتائج استمارة عبئت في هذا المجال. إذن فمما لا شك فيه أن جمعية التضامن لمستخدمي القطاع الصيدلي بولاية أكادير تهتم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر، ويتجلى هذا الاهتمام في التأهيل في الاهتمام بالتأهيل وتسطير التكوين الأساسي والتكوين المستمر في قانونها الأساسي كهدف قرار كهدف إجرائي تعود إليه كل مرة. ويمكن التصنيف التكاوين التي تبرمجها الجمعية حسب 3 سلال. إذن هذه التكاوين حسب السلال، منهجيا قسمتها إلى 3 سلال. السلة الأولى سلة الجمعية، ثم السلة الثانية سلة الأيام التكوينية، ثم السلة الثالثة سلة الشركاء. سلة الجمعية، إذن برمجت هذه التكاوين على شكل دورات تغطي من شهر شتنبير إلى شهر ماي أو أبريل حسب السنوات، وتنتهي بإجراء اختبار. هذه الاختبارات تعاون معنا الدكتور مولاي مبارك الإدريسي بتوفير المكان وكذلك النصح والتوجيه لإجراء اختبارات على المواضيع التي تمت برمجتها خلال السنوات. وبدأت الجمعية في برمجة هذا الشكل من التكوين الذي جاء كضرورة وكاستجابة لطلب المنخرطين، وكذلك كشكل من أشكال الرقي الجمعية بعملها في هذا الميدان إلى ما يحتاج إليه المساعد التقني بالصيدلية. وبالتالي بدأنا سنة 2009-2010 بمحور لافارماكولوجي بشراكة مع صيادلة وصيادلة إحيائيين بمدينة أكادير. وصدقوني ربما يحضر معي هنا بعض الإخوان الذين عبروا عن أسفهم لأنهم اشتغلوا مدة طويلة في الميدان دون أن يعرفوا المبادئ الأولية للفارماكولوجيا، وعبروا على أن هذه التجربة كانت جد جد مفيدة وعلمتهم ما لم يتعلموه خلال مثلا 13-15-20 سنة التي مروا بها. والإخوان اللي معايا هنا في الجمعية يقدروا يأكدوا هذا الكلام.
ثم في السنة الموالية وبتعاون مع الكارديولوج دكادير درنا المحور ديال لا كارديولوجي ومن بعد لا بنومولوجي لا بيدياتري مي لا بسيكولوجي لم نستطع اتمام هذا المحور وسنعيد برمجته ان شاء الله. انتقل الى سلة الايام التكوينية. نحن في الدورة الحادية عشرة لهذه الأيام ونطرح موضوعا للنقاش وللتحاور بين جميع الشركاء. فالأيام التكوينية تبرمج مواضيع مهنية جمعوية واجتماعية، ولكن بالأساس تبرمج كذلك مواضيع علمية. ونعرض لحصيلة الأيام التكوينية كالتالي. إذن سنرى الشعارات المرفوعة في الأيام، ثم المواضيع العلمية مقارنة مع باقي المواضيع، ثم المحاضرون حسب التخصص أو الجهة الممثلة، ثم عدد الحاضرين حسب الدورات. الشعارات المرفوعة، فلا بد لكل تظاهرة في هذا الحجم من شعار، ومن شعار يخلق نوعا من الحوار والتواصل حول القضايا التي يعيشها القطاع، سواء كانت قضايا علمية أو قضايا اجتماعية أو قضايا قانونية كذلك. فهذه الشعارات تؤكد على مواكبة الجمعية للمستجدات التشريعية وكذلك المستجدات التقنية والعلمية، ثم المساهمة في تقويم وتطوير عمل الجمعيات. طرحنا كذلك مواضيع تخص هذا المجال، ثم التحسيس بالأوضاع الاجتماعية والصحية للفئات الاجتماعية المحتاجة، ويتعلق الأمر هنا بآخر موضوع ناقشناه السنة الماضية اللي هو لونفونس او ماروك. إذن الشعارات حسب مجال الاهتمام أو الحمولة، فنجد بأن الشعارات التي لها حمولة علمية تشكل 27% من مجموع الشعارات، ثم الشعارات المهنية التي تحمل حمولة مهنية 46%، ثم الشعارات التي تحمل حمولة جمعوية 18%، ثم الحمولة الاجتماعية في الأخير هي 9%. إذن تأتي المواضيع العلمية دون احتساب ودون الأخذ بعين الاعتبار لزاتولي، لأن كانت هناك دورات التي برنمجنا فيها لزاتولي. دونك تأتي المواضيع ذات الطابع العلمي الصرف في مقدمة مواضيع الأيام التكوينية ب 75%، ثم المواضيع المهنية، ثم المواضيع الجمعوية، وبعدها المواضيع الاجتماعية. مواضيع الأيام حسب مجال الاهتمام، إذن المواضيع العلمية، ثم المهنية، الاجتماعية، ثم الجمعوية. المحاضرون حسب التخصص أو الجهة الممثلة، فقد مر على تعاقب على هذه المنصة حوالي 46 محاضرا موزعين حسب التخصصات أو الجهات الممثلة على الشكل التالي: الصيادلة 17 صيدلانيا، الأطباء 13، المساعدين التقنيين 2، صيادلة إحيائيين 4، ثم المختبرات الصيدلانية، ممثل المختبرات الصيدلية 5، يمكن أن يكون طبيبا أو صيدلانيا أو مسؤولا عن التكوين 5 أفراد، ثم ممثل الضمان الاجتماعي مرة واحدة، ثم مختص في التنمية الاجتماعية 3 مرات، ثم ممثل الوزارة مرة واحدة. نمر إلى عدد المحاضرين، بحيث أن الأيام التكوينية لجمعية التضامن سجلت بداية قوية، حيث سجلت النسخة الأولى حوالي 950 حاضرا، ليصل في النسخة السابعة سنة 2010 إلى 1500 مشارك، وربما هذه هبة من الله.
ثم ليعود إلى نفس الرقم الذي سجل في الدورة الخامسة أي حوالي 2250 لا يكاد يتجاوزها. والحاضرون في الأيام في دورات الأيام التكوينية للجمعية ينقسمون إلى مساعدي صيادلة ثم ممثلي المختبرات الصيدلانية ممثلي الجمعيات الوطنية ثم ممثلي شركات توزيع الأدوية وشركات لباغافارماسي ثم الصيادلة والأطباء. بطبيعة الحال هنا لم نحصي المرافقين ولم نحصي بعض الوجوه الأخرى التي تحضر معنا. إذن هذا بيان 950 1500 في الدورة السابعة ثم ليعود إلى نفس المستوى في الدورة الخامسة والدورة السادسة. ننتقل الآن إلى سلة الشركاء. إذن طيلة هذه الفترة التي تشتغل فيها جمعية التضامن في مجال التكاوين يتم برمجة دورة تكوينية بالشراكة مع المختبرات الصيدلانية طيلة الموسم الجمعوي، وتغطي هذه الدورات جميع التخصصات العلاجية لكلاس ثيرابوتيك سنعرض لها كالتالي. إذن هنا اخترت أن أقرأ تاريخ الجمعية في هذا المجال في مجال التكاوين بتقسيمه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت هناك فقط سلة الشركاء، ثم المرحلة الثانية بين 2010 و 2013 كانت هناك سلة الشركاء وسلة الجمعية، ثم المرحلة الثالثة تعود سلة الشركاء لتهيمن على البرامج التكوينية للجمعية. إذن هذين رسمين بيانيين للتكاوين المبرمجة مع الشركاء خلال سنتي 2010 و 2014. بطبيعة الحال هنا سنة 2010 استطاعت الجمعية أن تبرمج 29 دورة تكوينية بما فيها سلة الشركاء وسلة الجمعية. أما السنة الحالية سنة 2014 فاستطاعت الجمعية فقط أن تبرمج 19 دورة تكوينية، ولكن الفرق أين يكمن؟ يكمن في أن مثلا في 2010 اشتغلنا منذ سبتمبر إلى ماي، في حين أن في 2014 لم نبدأ الموسم الجمعوي إلا في شهر يناير. كما يبدو لكم فهذا التكاوين لا يطغى مجال على مجال آخر، تقريبا نبرمج نفس المواضيع مع نفس الشركاء خلال السنوات، وهذا يبدو ربما أمرا سلبيا، في حين أنه لو تمت برمجته بشكل جدي وبشكل منهجي مثلا سنغطي مثلا فليغولوجي إلا برمجنا لكمبيتونس اللي بغينا فليغولوجي على ثلاث سنوات أو سنتين، فسنتمكن من إعطاء المساعد التقني يعني ما يحتاجه في هذا المجال. إذن هنا تبدو هذه الرسوم البيانية على شكل علبة جبن، فلا يسيطر مجالا على جميع المجالات الأخرى، وبالتالي فهذا شيء إيجابي يمكن أن نستغله في مستقبل السنوات إن شاء الله. إذن فيما يخص سلة الشركاء نخلص إلى ما يلي: ثقل سلة الشركاء كما ومضمونا، ثم الفرق في عدد الدورات يختلف من موسم إلى آخر باعتبار بإدخال الاعتبارات التي أشرت لها سلفا، ثم نفس المجال التخصص نفس لاكلاس ثيرابوتيك نعيدها في كل مرة في كل سنة. وبالتالي إذا فكرنا كما قلت في إعادة برمجة هذه التخصصات بشكل بيداغوجي سنستفيد منها بصفة أفضل. إذن تكرر نفس المواضيع ونفس الشركاء، ثم إمكانية برمجة مضامين الشركاء وفق أهداف تستجيب لحاجيات المساعد التقني بالصيدلة في التكوين الأساسي. تقويم تجربة التضامن. إذن فهذا عرض استقرائي لعمل الجمعية
خلال العشر سنوات الماضية سنعرض الآن لنتائج استمارة قمنا بتهبئتها وفق عينتين. العينة الأولى سميتها عينة التضامن وتتكون من 48 مساعد تقنيا من مرخرط جمعية التضامن. ثم العينة الثانية هي عينة الرباط وتتألف من 35 مساعد تقني من مختلف الجمعيات الوطنية التي حضرت الدورة الأولى للجمعية المهنية لمساعد الصيادلة بمدينة الرباط، ويتمثل في هاد 35 استمارة مدن فاس، الخميسات، الفقيه بن صالح، الصويرة إلى غير ذلك من الإخوان من الجمعيات التي حضرت هذه الدورة الأولى. إذن مجموع المستجوبين الذين عبوا الاستمارة، نجد المؤهل العلمي بالنسبة لعينة جمعية التضامن 44% ثانوي، 56% جامعي. بالنسبة للمؤهل العلمي لعينة الرباط 60% ثانوي، 34% جامعي، و 6% إعدادي. طرحنا على المستجوبين سؤالا حول الأنشطة التي يحضرها باستمرار من أنشطة الجمعية، فوجدنا بأن عينة التضامن أجابت 90% بأنها تحضر بشكل مستمر ودائم الأنشطة التكوينية، في حين أن 6% فقط هي التي تحضر الأنشطة الاجتماعية بشكل مستمر ودائم، و 4% الأنشطة الترفيهية، في حين أن جمعية عينة الرباط 66% تحضر بشكل دائم ومستمر الأنشطة التكوينية والأنشطة الاجتماعية 26%، ثم أنشطة ترفيهية 8%. طرحنا سؤالا على المستجوبين حول روافد التكوين بالنسبة لكل شخص، فوجدنا بأن 48% يعتبر العمل الجمعوي رافدا أساسيا من روافد تكوينه الشخصي المهني، ثم 42% مهنية، وهنا المهنية نقصد بها إما الحاملين لدبلومات المعاهد، أو التكوين بطبيعة الحال الذي يسهر عليه الصيدلاني. ثم 10% يؤكدون على أن من الروافد الشخصية المحددة لمؤهلاته المهنية هو 10%. عينة الرباط كذلك نلاحظ بأن العامل الجمعوي مرتفع 54%، ثم يليه الروافد الشخصية 59%، ثم الروافد المهنية 17%. طرحنا سؤالا حول استحضار مضامين الدورات والحضور المؤثر للمحاضرين، فوجدنا بأن جمعية التضامن استحضار المضامين فقط 10%، الحضور المؤثر واستحضار أسماء المحاضرين 64%، عينة الرباط 11% استحضار المضامين، ثم الحضور المؤثر للمحاضرين 15%. لنخلص بأن التكاوين تستقطب وبشكل دائم مجموع المستجوبين، وبأن الجمعيات تعد رافدا أساسيا من روافد التكوين لدى المستجوبين. ثم نخلص إلى ضعف استحضار المضامين من طرف المستجوبين، ثم الحضور المؤثر للمحاضرين حسب خصوصا جمعية التضامن فهو مؤشر مرتفع، مما يؤكد بأن هذه التجربة في حاجة إلى تقويم خارجي، أي خارج الجمعيات، وخصوصا من طرف الشركاء والصيادلة.
ننتقل الى النقطه الاخيره وهي نقطه الخلاصات لاؤكد بالتالي بان الجمعيات تسجل حضورا وازنا في القطاع وبانها شريك دائم ومميز بحيث انها تشتغل طيله السنه على المواضيع التكوينيه ثم لنخلص بان هذه الجمعيات لديها اراده واستعداد لاعاده التفكير في شكل جديد والاستمرار في تكوين وتاهيل المساعد التقني بالصيدليات لكن بالمقابل يبقى اشتغال الجمعيات على ملف التكاوين في حاجه الى المراجعه والتصويب بحيث يضمن تحقيق اهداف واضحه تقبل القياس والتقويم ما وقفنا عليه في نتائج الاستماره مثلا مثلا استحضار المضامين مضامين الدورات التكوينيه فهو مؤشر ضعيف نخلص كذلك الى ان المساعد التقني بالصيدله في حاجه الى تكوين اساسي وبالتالي ضروره اعتماد التخطيط في برمجه التكاوين اللي هو تخطيط بطبيعه الحال تخطيط منهجي علمي تشخيص تقويمي ان دياغنوستيك قبل كل دوره تكوينيه يليه ديفلوبمون دي كومبيتونس او بناء الكفايات ثم شكل من اشكال التقويم بالتالي المساعد التقني بالصيدليات في حاجه الى رسلكه ان ريسيكلاج وبتضافر جهود جميع الجمعيات وجميع الشركاء لا بد من اخراج نظام وطني اي ان بروغرام ناسيونال دو ريسيكلاج دي زاتي بي براتيكون لان هذا هو اللي كيشكل ثقل كبير في الميدان وبالتالي يشارك في هذا النظام هذا جميع المتدخلين في القطاع نقترح مثلا بانه يمكن اعتماد نظام التكوين عن بعد يشرف عليه كحلقه اخيره مثلا الصيدلاني او يمكن اعتماد نظام تشرف عليه الكليات او المعاهد الخاصه واشكركم على حسن متابعتكم ولكم اهداء خاص كتبت لكم قصيده لكن حروفها تناثرت قبل ان اهديها لكم احتجاجا على تواجدكم معي فتحة Merci beaucoup.